واقع خطير منذر مخوف مر يعيشه عالمنا العربي في هذا المقطع من الزمن. أكثر من بلد من البلدان العربية وفي مقدمتها مصر ذات الثقل الكبير والتأثير المركزي في العالم العربي، يتهدده مصير أسود كالح كئيب. وقد بدأ فعلا في هذا البلد المهم المحور، وقد بدأ هذا البلد فعلا هذا البلد المحور المهم المحور هذا الاتجاه وبصورة متسارعة وصورة متسارعة قاسية. هو شيء يأسى له كل عربي وكل مسلم غيور، يهمه أمر الدين والأمة ويرى فيه خسارة كبرى من خسائرهما وتهديدا لمصير الأمة بكاملها. وتونس وليبيا إن لم تبادر كل منهما لتدارك أمرها فإنها سالكة إلى المصير نفسه وكارثته. ترون أن عدو اليوم من بين هذه الدول كان صديق الأمس القريب حسب المعلن، وإن كان لا صداقة في الواقع بين هذه الدول. وأعان الله بلدا تجره السياسة الخاطئة إلى أي لون من ألوان الحرب الداخلية وتقويض أمنه، فإنه إن صعب أمر الحرب كل الحرب وعظمت خسائرها إلا أن الحرب الأهلية وكل حرب داخلية أشد ضغطا وأشمل سوءا وأبلغ أثرا. وأمن الجميع ليس مستحيلا ولا مستبعدا، وله طريقه الواضح الذي دل عليه العقل والدين وتجارب الشعوب والأمم. طريقه العدل للظلم وتقاسم خيرات الوطن للاستئثار، والاعتراف بقيمة الآخر للتنكر لها، وبحق التعبير وبحق الشراكة في صوغ الحاضر والمصير، لا تفرد طرف بالتصرف في شأن الآخر وكأنه قد خلق له وكأنه قد خلق سيدا وخلق الآخر له عبدا. والناس هنا يطالبون الحكومة أن تأخذ على نفسها الالتزام بما نصحت به الحكومة في مصر، وأن تعترف لشعبها بما اعترفت به للشعب المصري الكريم من حق. فهل تفعل؟